بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون ويا أيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية، وفي أول درس من دروس علم النحو. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتطرق مع ضيفنا الكريم، عنوان هذه الحلقة مقدمة في علم النحو. في مطلع هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله سعادة الدكتور. حياك الله وبيك وبارك فيك. أرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يمتد ترحيبنا إلى كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج، وآمل إن شاء الله تعالى أن نقدم مع ضيفنا الكريم ما يصبون إلى سماعه. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم، مرحبين مرة أخرى بفضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود. أهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور. حياك الله. دكتور محمد، علم النحو وخصوصا وعلم العربية عموما علم له أهميته البالغة خاصة في حياة المسلم، ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا العلم، أن يطل إطلاله ولو يسيره على هذا العلم، أن لأنه كما هو معلوم اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي بحمد الله تعالى لغة ميسرة لمن يريد دراستها والتعلم حولها. أهمية دراسة هذا العلم فضيلة الشيخ محمد، أهمية دراسة اللغة العربية عموما والنحو خصوصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييكم وأرحب بكم أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء خير ونفع وفائدة، وأن يعمره بالإخلاص لوجهه سبحانه، وأن يجعله مباركا على من يتحدث فيه ومن يستمع إليه. العربية أو علم النحو علم علم كثير من أهل العلم والفضل فضله، وجهل كثير من الناس ممن لم يعنوا بهذه الناحية أهميته وفائدته، وترتب على ذلك أن انصرف بعض الناس عن دراسته ظنا منهم أنه من مكملات العلوم أو من ثوانيها وليس من العلوم الأساسية الأولى فيها. دراسة علم النحو أو علم العربية كما يسميه العلماء الأولون، ذكر العلماء في شروط الفقيه والمجتهد والمفسر والأصولي وغيرها أشياء كثيرة تدل على أن دراسة هذا العلم والتضلع فيه وفهم خصائصه ودقائقه مما لا يسع واحدا من هؤلاء أن يجهله، ومن ثم أصبح من الضروري أن يتعلم الناس هذا العلم. وإنما جاءت دعوة صعوبة هذا العلم من ظن الناس أنه ليس علما أساسيا، فصار بعضهم لا يعطيه حقه من الاهتمام، وإذا لم يعط الشيء حقه من الاهتمام صعب على النفس فهمه واستذكاره. العربية من شعائر الدين، ومن يتحدث بالعربية فإنه يتحدث بلسان الدين، ولا شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو في الذروة من الفصاحة والبيان، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كما نعلم في وصف حديثه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، أي أنه
يلقي الكلمات القلائل فيدل على المعاني الكثيرة، ثم هذا الجمع الكبير من كتب العلم في شتى العلوم الإسلامية المختلفة التي ألفت بهذا اللسان العربي، كل هذه تستدعي من الإنسان أن يكون عارفا مدركا لقواعد هذه اللغة. وكم كان من الشنيع غير المقبول في عصور متفاوتة أن يتحدث الإنسان بغير هذا اللسان، أو أن يتطرق إلى اللحن ويتطرق اللحن إلى لسانه عندما يتحدث بها. وكان الخلفاء والأمراء والخطباء أشد ما يتخوفون أن يقع الواحد منهم في لحن في الكلام أكثر من تخوفه في أن يخطئ في موضوع خطبته. وإذا أضفنا إلى ذلك أن نرى كثيرا من الخطباء يكون الواحد سواء في خطب الجمعة أو في غيرها ينبري الواحد منهم بموضوع متميز مؤثر ذي قيمة كبيرة للسامع وللمتابع، ويحشد له من الأدلة والأمثلة شيء الكثير، ولكن يقع في لحن عندما يلقي هذه القضايا فيصرف كثيرا من السامعين عن متابعته، ويكون عمله أشبه بالداء الذي تطرق إلى, 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 إلى ذلك الطعام الجيد المميز فأفسده ومنع الاستفادة منه. من هنا تأتي أهمية تعلم هذه القواعد وهذا العلم، والذي أنا أدعو ويدعو كثير من الناس إلى ضرورة أن يتخصص أناس من طلبة العلم فيه، خاصة في هذا الوقت الذي أصبحت العربية تعاني من هجمة شرسة من اللغات الأخرى عليها، ومن تضاؤل الاهتمام بها، ومن تطرق العامية، وانصراف كثير من أهل العربية إلى الحديث بغيرها. كل هذا يستدعي مزيد من الاهتمام والانصراف إلى الحديث بها، وقبل ذلك تعلم قواعدها. وما من شك أنه إذا استطاع الإنسان أن يتحدث بهذه اللغة مجودا بها أسلوبه بعيدا عن اللحن والخطل والخلل فيها قدر ما يستطيع، فإنه بهذا سيأسر الألباب وسيجعل السامعين ينصرفون إلى ما يقول بدلا عن أن ينصرفوا عنه. جميل. إذن دكتور محمد، هذه الدعوة هي دعوة باطلة منشأها أحيانا الكسل والعجز في تعلم هذه اللغة، وإلا من ناحية العملية والتطبيقية هي سهلة المناء سهلة التعليم. هو لا شك أن العربية علم ليس بالصعب. نعم، هو كثير التفاصيل، كثير الذيول، ولكن لو أن الإنسان تعلم، إذا لم يكن مختصا، تعلم ما يهمه لإقامة لسانه وقلمه، وهذا ليس بالعسير عليه، فإنه لا أظن هذا عسيرا وصعبا، خاصة مع استحضار أمرين. الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه يتعلم ما يعينه على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو أنه بتعلمه هذه اللغة يتعلم كيف يجود حديثه ولسانه إلى مستمعيه، ويجعل حديثه مقبولا إلى سامعيه. ومعروف أن الإنسان إذا اهتم بأمر حصل فيه شيئا كثيرا، وإذا رأى أن الأمر قليل الأهمية فإنه مهما ادعى أنه يبذل فيه جهدا فإنه لن يحصل فيه شيئا كثيرا. ومعلوم أن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فإذا كان هذا الأمر وإذا أحس الإنسان بأهمية هذا العلم سهل عليه ما ادعي فيه من صعوبة أو ما وجد فيه من تفاصيل، وما أظنها عسيرة على من انصرف إلى تعلمها. جميل. دكتور محمد، ترى إذا أن يحصل الإنسان على قدر حد أدنى كما نقول من هذا العلم ومن تعلم هذه
هذا صحيح. يعني إن أذنت لي أستاذ الكريم في ضرب مثال يسير سريع، أذكر أني كنت في مجلس من المجالس مع بعض الإخوة الذين هم زملاء وأحبة، فكان الواحد منهم يذكر صعوبة النحو ويذكر المعاناة التي يعانيها كثير من الناس في دراسته، ويتشاكى الناس ويقولون إن الواحد منا ينشأ من أبوين عربيين في بيئة عربية ويدرس اللغة العربية بقواعدها ونحوها وصرفها وإملائها في سنوات متطاولة طوال دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية ان تيسر له ذلك، ثم إذا جمعه بعد هذا مجلس مع زملائه أو إخوانه بدأوا يتذاكرون صعوبة العربية مع أنهم هم أهلها وأطالوا دراستها، ويستغربون الأمر ويقولون إن الواحد حين يبتعث مثلا لدراسة لغة أخرى كاللغة الإنجليزية مثلا، فإنه يذهب هناك يبقى فيها سنة لا يتجاوز السنتين إن أطال، فيتقن هذه اللغة ليس فقط إتقان المتحدث إلى أهلها، ولكنه إتقان القادر على الكتابة والبحث فيها، وهذه مرحلة تفوق مرحلة القدرة على الحديث. فيقولون ما بال هذا الأمر؟ والجواب في هذا الأمر ليس بالعسير، هو يرجع إلى الإحساس بأهمية الشيء. أنت أحسست لما ابتعثت أنك لابد أن تتقن هذه اللغة لتبدأ في بحثك ورسالتك وتناله وترجع من بعثتك وغربتك، فلا طريق لك إلى الوصول إلى غايتك إلا دراسة هذه اللغة، في حين أن الواحد حينما يدرس قواعد اللغة وليس مختصا فيها كالتحاقه بدرس لدراستها أو قراءته في كتاب فيها، هو لا يحس بضرورة الدراسة لكنه يدرسها من باب الترف وطلب الفائدة في غالب الأحيان، وحينئذ تستغلق على هذا القارئ أو هذا الدارس كثير، يستغلق عليه كثير من أبوابه عن أبواب النحو، لأنه ما أخذه بقوة وما أتاه إتيان المضطر إلى دراسته والمحتاج والمحس بالحاجة إلى دراسته، وما من إذا أحس الإنسان بالحاجة إلى الشيء حقق فيه الشيء الكثير مهما بلغت فيه الصعوبة. جميل، أحسنت دكتور. نحن أيها الإخوة والأخوات كما هو معلوم في هذا الدرس، درس النحو، نشرح متن الآج الرومية في علم النحو للإمام أبي عبد الله محمد بن آج الروم. فضيلة الشيخ محمد، يعني التعريف بهذا المتن، التعريف بهذا الإمام، لو أخذنا نبذة يسيرة عن هذا المتن وهذا الإمام الجليل، وكيف تتم يعني وكيف سنسير في هذه الحلقة أو في هذه الشروح؟ الشيخ محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المشهور، هو أبو عبد الله مشهور بن آج الروم، هو أحد علماء النحو المتأخرين، وهو عالم اشتهر بهذه المقدمة هذا المتن، ولم يشتهر بغيرها، بل لم يذكر له مترجم النحويين غير هذا الكتاب، وهو من الناس الذين أو من النحويين الذين شهرتهم كتبهم، وهو شهره هذا الكتاب بالذات. هو عاش في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجريين، ولد عام 762 وتوفي عام 723 هجرية، وكما قلت لم يذكر له المترجمون إلا هذا المتن. هو صنهاجي من فاس مغربي، ولذلك اتضحت فيه سمة علماء النحو المغاربة والأندلسيين، لأن لهم سمات تميزهم عن نحاة المشرق، وإن كان قد جاء في وقت علماء التحقيق، يعني العلماء الذين عاشوا في القرون السابع والثامن والتاسع، وهذا المصطلح شاع في هذا العصر تسميتهم بعلماء التحقيق، وأعني بهم العلماء الذين جمعوا آراء المذاهب النحوية المختلفة واختاروا أو انتقوا الرأي أو المذهب الأرجح وجعلوه هو العمدة في دراسة النحو. هذا المتن أو هذا الكتاب، يعني متن الآج الرومية، للمطلع عليه ليس فيه مزية كبيرة عن غيره من متون النحو، إلا ما فيه من سهولة العبارة وشدة الاختصار،
وأركز وأؤكد على شدة الاختصار، فهو من يعني يبلغ من الاختصار مبلغا كبيرا جدا. ومسألة الاختصار في المتون هذا أحد الوسائل أو أحد الأمور التي عرفت في تاريخ العلوم الإسلامية، ومما يفتخر به المفكرون المسلمون عندما يدرسون علومهم، أن وسائل العلم تطورت من زمن إلى زمن. كان في بعض الأزمنة أو في كثير من أزمنة تعلم العلوم الإسلامية أن يصبح المتن هو وسيلة التعلم الأولى للمبتدئ، والمقصود بالمتن أن يؤلف المؤلف كتابا موجز العبارة يصل مباشرة إلى ما يريد، يحذف منه التفصيلات والأمثلة ويكتفي بأصول العلم، وقد يكون في عبارته شيء من الاستغلاق، لكن المقصد أن يكون قصيرا. ولماذا يكون قصيرا؟ ليحفظ. كانوا يطلبون من الطلاب أن يحفظوا المتون، ومن عباراتهم المشهورة أن من حفظ المتون حاز الفنون، وكان حفظ المتن هو إحدى وسائل العلم والتعلم، وهذا أمر لا شك فيه. وإني لا أرى أن من يشنع على الحفظ أو من يسم حفظ المتون بأنه وسيلة قديمة ولم تعد وسيلة ناجحة، وبعضهم يصل به الأمر إلى نوع من الاستغراب بل السخرية حينما يقول إنه قد زادت عندنا نسخة من الكتاب عندما يكون هناك شخص يحفظ هذا المتن. حقيقة الأمر أن الحفظ، طبعا الحفظ الذي يقارنه الفهم وليس الحفظ الأعمى، الحفظ هذا دون فهم هذا لا قيمة له، لكن الحفظ حينما يقارنه الفهم والمعرفة هو وسيلة لتركيز العلم. وكم رأينا من مسألة ندت وشردت عن ذهن صاحبها، فاستحضر متن من المتون هذا العلم، فإذا به يضبط له القاعدة ويذكره بهذه القاعدة في أي علم من العلوم. ولذلك مسألة المتون وحفظ المتون سواء كانت متونا نثرية أو شعرية، هذا أمر معلوم في العلوم الإسلامية المختلفة على اختلافها. اعتاد من يدرس ومن ينبري لتدريس العلوم أن يأخذ متنا من المتون فيشرحه لطلابه، ثم يكون بعد حفظهم لهذا المتن يكون هذا الشرح موضحا لما استغلق في هذا المتن، فهم قد جمعوا بين حفظ أصول العلم ومعرفة فروعه من خلال الشرح والإيضاح. هذا هو الذي تعود عليه. هذا المتن متن منثور وليس متنا منظوما، وهو وجيز كما قلت جدا، حبب الناس وبالذات المتأخرين إلى شرحه سهولة عبارته وشدة اختصاره وكونه موجها إلى المبتدئين. وإلا فليس هو أفضل المتون النحوية، لكنه قد يكون من أخصرها ومن أقربها إلى الأخذ بأهم القضايا النحوية. ولا شك أن من أخذ بأهم القضايا النحوية سيفوته كثير من الأبواب النحوية والمسائل، وهذا هو شأن هذا الكتاب، فقد ترك بعض الأبواب النحوية، لعله يرى أن هذا الكتاب الموجز المختصر ليس مكانا للتوسع، أو أنه يرى أن هذه الأبواب دون ما ذكره من الأبواب في الأهمية للمبتدئ على الأقل. نعم، إذن هو أنسب المتون دكتور محمد للمبتدئين؟ هو من أنسب هذه المتون، وقد اعتنى به المتأخرون كثيرا، له من الشروح. إذا لو أن واحدا راجع كتب التي تستعرض تراجم الكتب ككشف الظنون لحاج خليفة وذيوله، وجد أنه يذكر 26 كتابا شرحت هذه الكتب هذا المتن بين شرح منثور ومنظوم. هناك من أعرب هذا المتن، وهناك من نظمه كالعمريطي في الدرة البهية، وهناك من نظمه ثم شرح النظم، فاعتني به. وفي العصر الحاضر أيضا هناك عناية بهذا الكتاب، وخاصة من غير المختصين، لأنه يحسون أنه قريب سهل الحفظ وسهل التناول ويصل مباشرة إلى أهم الأبواب النحوية،
فهناك كتب ألفت في العصر الحديث، واعتنى كثير من العلماء بشرح هذا الكتاب للطلاب، سواء في دروس المنظمة في المدارس والجامعات، أو في الدروس العلمية في المساجد وما شابهها من محاضن العلم. ويحضرني الآن من شروح هذا الكتاب في العصر الحديث حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، توفي عام 1392. ومن الكتب الحديثة أيضا فيه الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد، له شرح أيضا على هذا الكتاب، الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى له أيضا شرح لهذه المقدمة، قد شرحها لطلابه واعتنوا بإخراجها. دكتور حسن الحفظ، حسن بن محمد الحفظي، أيضا له شرح واف حديث لهذا المتن، حرص على أن يجمع فيه أهم ما قيل في الشروح، وإن كان فيما يظهر لي ربما أنه لم يخرج شرح الشيخ محمد بن عثيمين مطبوعا إلا بعد أن أتم الدكتور حسن الحفظي كتابه. ولذلك فهناك بعض القضايا التي ذكرها الشيخ بن عثيمين لم أرى الدكتور حسن يتعرض لبعضها في بعض الأحيان، ولكن على كل حال أنا أرى أن كتاب الدكتور حسن الحفظي هو أوفى شروح الألفية من حيث السعة والوفاء بفروع علم النحو من خلال شرح هذا المتن. متن الأجرومية ليس الألفية دكتور؟ أي. ذكرت الألفية يعني أنت؟ لا، الألفية تقصد ألفية ابن مالك. أنت ذكرت شرح تقصد المتن؟ لا، أقصد متن الأجرومية. نعم. حديثي كله عن شرح متن الأجرومية. جميل. دكتور إذا أذنت لي يعني نبدأ في قراءتي. هل لديك شيء دكتور؟ أو نبدأ؟ أبدأ. تفضل. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال موقع الأكاديمية الإسلامية في قناة المجد العلمية، ومن خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى نبدأ في قراءة متن هذا الدرس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بدأ المؤلف حديثه في مطلع هذا المتن بالبسملة، فقال في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشأن في كثير من كتب من الكتب العلمية التي تبدأ استنادا لحديث، الحديث الذي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وهذا الحديث فيه مقال لم يثبت، ولكن التبرك والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة في بداية الأمر أمر مشروع ومطلوب من المؤلفين. بسم الله، الاسم، العلماء في مسألة الاسم بعضهم يراه مأخوذا من الوسم وهو العلامة، وبعضهم يرونه مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، ولكلا الاشتقاقين مدخل في الاسم، هو المقصود به ما سمي به المسمى أو ما كان علامة على المسمى. فالاسم علامة على مسمى لأنه يميزه من غيره، وهو في نفس الوقت يسمو به، لأنه في الغالب أن الاسم يكون مدح أو فيه رفع لصاحبه، ونادرا ما يكون الاسم يضع من صاحبه، لأن الأصل في التسمية أن تكون رفعة لصاحبها، والأصل في تسمية الوالدين ولدهما أن يختار له ما يميز هذا الولد ذكرا كان أو أنثى، لا أن يختار له ما يضعه. الله هذا علم، لفظ الجلالة هو علم على الله سبحانه وتعالى، وحرف التعريف فيه لم يعد حرفا مستقلا عن الكلمة، وإنما الكلمة كلها هي علم على ربنا سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، هاتان صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، والرحمن صيغة فعلان، هذه هي صيغة يراد بها الشمول، فهو وصف يشمل كل أنواع الرحمة،
وهي فوصف شامل، لأنه صيغة فعلان تأتي للشمول والعموم. وصفة الرحيم وإن كانت صفة الرحمن شاملة أتت بعد صفة الرحمن لتستغرق ولتشمل المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رحيما. ولما كان من عادة الناس من عادة المؤلفين أو الشراح أن يتوسعوا في البداية، يعني الواحد منا لو رأى كتاب تفسير مثلا لوجد أن هذا الكتاب ليتكون مثلا من 6 مجلدات، وجد أن الفاتحة تأخذ نصف المجلد الأول. نعم. ثم بعد ذلك يبدأ الأمر يقصر ويقصر، حتى إذا جاء لجزء 30، جزء النبأ، جزء عما، إذا بالأمر فيه مختصر. هذا لا أعزوه أنا إلى قلة نفس الشارح أو المؤلف أو المفسر، ولكني أعزوه إلى أن كثير من مصطلحات العلم قد استقرت ومرت من قبل، فلا يكون هناك حاجة لذكرها بعد ذلك. ولذلك فمن المناسب هنا إذا عنت قضية من القضايا، من المناسب أن تعرض هنا حتى يستغنى عن ذكرها مستقبلا، وإن أخذ هذا منا شيئا من الوقت في البداية وأطلنا في بعض القضايا فيه، إلا أن هذا سيكون مغنيا لنا عن أن نحتاج إلى تفصيله بعد ذلك. لو أردنا أن نعرب البسملة، والإعراب بالمناسبة هو تطبيق النحو، والإنسان أوصي الحقيقة أنا كل المعنيين بدراسة علم العربية، وعلم العربية هذا مصطلح لعلم النحو. إذا أطلق الأولون اسم علم العربية لا يعنون به علوم اللغة العربية بعمومها من نحوها وصرفها وبلاغتها وأدبها وغير ذلك، وإنما يقصدون فقط بقولهم علم العربية يقصدون به النحو. وهذا مشهور في كثير من كتب النحو أنه يقال كتاب كذا في علم العربية ويعنون به علم النحو، فصار مصطلحا عليه. جميل. وعلم اللغة دكتور لو أخذنا التفريق؟ أي. لا، اللغة يشمل اللغة، علوم اللغة العربية تشمل علوم مختلفة، هي تشمل النحو وتشمل التصريف وتشمل ما يكون علوم المعاجم وهي علوم المفردات العربية، وتشمل علوم الدلالة، وتشمل أيضا العلوم الأخرى كعلم البلاغة بفروعه البيان والمعاني والبديع، وكذلك دراسات الأدب والعروض والقافية، فعلوم العربية كثيرة. لكن النحو أو علم العربية كما يصطلح عليه بعض المؤلفين في النحو القدماء يقصد به بالذات هو ذلك العلم، وهذا كان يفترض حقيقة أن نقول في البداية، وما دام الآن أنت ذكرته فتنبيهك مبارك، أنه لو سأل سائل وقال ما الفرق بين النحو والصرف مثلا، وما الذي يعنى به علم النحو بالدرجة الأولى؟ علم النحو يعنى بضبط أواخر الكلمات العربية، وقد يستقل الإنسان هذا الأمر ويقول هذا العلم الواسع الكبير المهم، فقط ترجع أهميته إلى آخر كلمة أو آخر حرف في الكلمة، إلى حركة آخر حرف في الكلمة، وليس كل كلمة، ولكن الكلمة الموجودة في تركيب، بمعنى أنها لو كانت كلمة مفردة دون تركيب فإنه لا حركة لآخرها. أنت تقول محمد لا تحرك، لأنها ليست جزءا من تركيب، لكنها فقط إذا كانت جزءا من تركيب فالنحو يعنى بحركة آخر حرف فيها. ومع ذلك فهذا من ميزات العربية الكبرى، ومن أمورها التي تحسب لهذه اللغة. واعذرني أيضا أن خرجت قليلا لإيضاح أمر مهم يوضح هذه القضية. يرى بعض الناس مثلا أن دراسة الإعراب والحركات وإعراب الكلمات وتحريك الكلمات هو مما يعسر دراسة العربية، وأن هذا من أسباب صعوبة العربية، في حين لغات أخرى تدرس لكن دون حاجة إلى إعراب، فلا حاجة أن أحركها بالرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، فقط ألقي الكلمات هكذا، وهذا يسهل كثيرا. وإنما تعسر الأمر على العربي وغير العرب لأنهم يخشون من اللحن في هذه الحركات وليس في نطق الكلمات نفسها. هذا الكلام صحيح، لكن أن ترجع إلى تعرف على أهمية هذه الحركات قبل أن تدعو إلى حذفها أو إلى التخفف منها. تحضرني تلك العبارة التي مشهورة في بعض كتب النحو حينما يقولون
مثلا ما أحسن محمد، ويقولون ما أحسن محمدا، ويقولون ما أحسن محمد. هذه عبارة واحدة اختلف فيها فقط حركات أواخر بعض كلماتها، ومن تمعن فيها وعرف معانيها علم أن كل واحدة مختلفة في المعنى تماما عن الأخرى ولا علاقة لها بالأخرى. فإن قولك ما أحسن محمد أنت تنفي إحسانه، أي لم يحسن، وقولك ما أحسن محمدا بالعكس أنت تتعجب من إحسانه، أنه بلغ من الجودة في الإحسان شيء يتعجب منه. وحينما تقول ما أحسن محمد أنت تسأل، لا تتعجب من إحسانه ولا من عدمه، ولكنك تسأل ما أحسن شيء فيه. ما أحسن محمد أي شيء فيه أحسن، هل هو علمه أم خصلة أخرى فيه أم كرمه؟ فأنت تسأل عن هذا السؤال. كل هذا لم يوجده عبارة أو كلمة، ولكن أوجدته هذه الحركة. فإذا شعر الإنسان أنه حينما يأتي بهذه العبارات ويغير في تقديمها في حركاتها دون حاجة إلى أن يزيل كلمة أو يأتي بكلمة بدلها، سيغير في المعنى وسيأتي بمعاني جديدة، علم جلالة هذه اللغة وأهميتها وقيمتها، وعلم كيف أن نزول القرآن الكريم بهذه اللغة، كيف أن الله سبحانه وتعالى أراد لكتابه أن يكون من السعة والشمول، بحيث أنه يؤدي المعاني الكثيرة بهذه الحركات وهذه الإعرابات. وما الأحرف السبعة المعلومة في علم القراءات وعلم التفسير ببعيد عن هذا، وكذلك ما يتعلق بالقراءات المختلفة لبعض الألفاظ، ليست بعيدة عن أداء المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. أعود إلى ما أنا فيه من مسألة الفرق بين النحو والصرف مثلا أو التصريف. الصرف أو التصريف هما علم قسيم للنحو، وكثيرا ما كان هذا يدخل أحدهما في الآخر، أو يكون مناقشة قضاياهما في كتب النحويين الأوائل في كتاب واحد ولا يفرقون. نعم ربما جعلوا قضايا الصرف في الآخر، لكنهم يرون أنهما بمثابة العلم الواحد. النحو كما قلت يعنى بحركات أواخر الكلمات إذا كانت في سياق ولم تكن مفردة، والصرف يعنى بالكلمة المفردة حركات ما قبل أو ما يتعلق بما قبل الحرف الأخير، سوى حركة الحرف الأخير، سواء كان هذا الأمر في الحروف أو في حركات هذه الحروف. ولأضرب مثالا، مثلا فأنا قلت مثلا ذهب يذهب ذهابا وذهب وذاهب، فإن هذه كلها مشتقات من أصل واحد وهو الذهب. المعني بهذه المشتقات وأدائها للمعاني المختلفة هو علم الصرف، لأن القضية الآن لا تتعلق بحركات أواخر الكلمات. أما علم النحو فإنه لا يعنى بالكلمات وحركاتها إلا إذا كانت أجزاء في تراكيب وأساليب. جميل. إن عدت لمسألة الإعراب وأهمية الإعراب، فأنا أقول وليعذرني الحقيقة الإخوة المشاهدون والإخوة الحاضرون أيضا والأستاذ أحمد كذلك، أني أحيانا تعن مسألة وأخشى أن تنسى فلا تذكر بعد ذلك، فأجد من المهم التذكير بها. جميل. فلا أرى بأسا من الخروج عن الموضوع قليلا، وليس بخروج، لطرحها ثم العودة، فإن هذا خيرا من نسيانها، إن هذا خير من نسيانها. البسمة، عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم في إعرابها، فالباء حرف جر، اسم مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره، والنحويون عادة إذا جاء الجر والمجرور أو الظرف، يعني ظرف الزمان أو المكان، يعلقونهما بفعل أو مشتق. معنى يعلقونهما بشيء، يعني يكون هناك شيء يراد من هذا الظرف أو من هذا شبه الجملة، هذا يعني الظرف والجر والمجرور. فإذا قال القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فمعناه أنه يقول أبدأ. وإذا قال العامل والمشتغل بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنه يقول أستعين. و
كل سياق أو كل مقام تذكر فيه هذه البسملة يمكن تقدير فعل يناسب المقام الذي هي فيه، فيمكن أن نعلقها بفعل مناسب. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والرحمن نعت أو صفة للفظ الجلالة مجرورة، والرحيم كذلك نعت له. إن شئت أستاذ أحمد بدأنا بالحديث عن أول ما بدأ به المؤلف من قوله الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. جميل. هذا تعريف الكلام، وما في شك أن النحو علاقته بالكلام وليس بالكلمة الواحدة، وهو الآن جعل هناك قيود. علماء الحد أو المناطق عندما يضعون الحدود للعلوم المختلفة هم يقصدون بها ضبط هذا العلم أو هذا الأمر أو هذه القضية، بحيث لا يخرج من أفرادها شيء ولا يدخل عليها شيء من أفراد غيرها. فكأن هذا نوع من أن يكون التعريف أو الحد هو نوع من الضبط للمسألة التي يتحدث فيها المتحدثون. وقد سار العلماء عادة في بداية الحديث عن أي قضية من القضايا، ساروا على أن يعرفوا كل مسألة يبدأون فيها حتى تكون واضحة للمستمعين. عندما قال الكلام هو اللفظ، اللفظ هو الصوت، صوت يشتمل على حروف، وهذا يعني أنه لا بد للكلام أن يكون شيئا مسموعا. فلا تسمى مثلا الإشارة كلاما، ولا يسمى مثلا الكتابة كلاما، لأنها ليست بألفاظ. هذا في اصطلاح النحويين عندما يقولوا إنه اللفظ، عندما يقولوا إنه اللفظ. والأصل في اللفظ أو في الصوت أن يكون مشتمل على حروف، لأنك عندما تتحدث أو تنطق بصوت فإن هذا الصوت يكون مشتمل على حروف، والحروف كما نعلم 28 في العربية. تقول ذهب مثلا، فهذا لفظ يتكون من حروف 3، الذاء والهاء والباء، فهو صوت مشتمل على حروف. هذا أول قيود أو شروط الكلام. وفي هذه المناسبة، ما دام هذا النحويون كثيرا ما يقولون إن الكلام، إن الكتابة، إن هذا يخرج الكتابة والإشارة، لأن الإشارة لا صوت فيها وإن كانت مفهومة. فأنت عندما تقول لفلان هكذا فكأنك تقول له قم من مقامك، فهي مؤدية للغرض من الكلام، ومع ذلك لا يسمونها كلاما. والكتابة قد تكون مؤدية، هي نفسها الكلام ولكنها دون نطق، فأيضا لا يسمونه كلاما في اصطلاحهم، لكنها في حقيقة الأمر هي تؤدي معنى الكلام. فهي يعني يفترض أن لا تخرج عن الكلام، ولذلك حتى في الشرع أصبح صارت الكلام المكتوب يقوم مقام الكلام المنطوق. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحث على أن لا يبيت المؤمن ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، دل هذا على أن الوصية معتد بها مع أنها لم تنطق، وهي مجرد وهي مكتوبة. فالكتابة تقوم مقام الكلام في الأداء، ومن ثم فإنها وإن لم تكن في اصطلاح النحويين كلاما إلا أنها تقوم مقام الكلام في هذا. وينطبق عليها دكتور ما ينطبق على اللفظ من الإعراب؟ هي لا هي نعم، يفترض أن تكون متقيدة بقيود الكلام من حيث الإعراب والضبط قطعا هذا الكلام، لكن لا يقال إنها لفظ، لأن اللفظ شرطه أن يكون أصوات تخرج من مخارج الصوت اللسانية، وهذا لا يتحقق في المكتوب ولا في الكتابة ولا في الإشارة. قول المؤلف تحقيقا أو تقديرا، يقول الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. يضيف النحويون إلى هذا أن يقولوا الكلام المفيد تحقيقا أو المركب تحقيقا أو تقديرا. أولا مسألة المركب، يعني النحو كما قلت لكم إنه لا يعنى بالكلمة وحدها، فأنت إذا قلت محمد أو قلت جاء وسكت، لا جاء هذه قد يكون هناك شيء مقدر بعدها، لكن لو قلت رجل وسكت
فإنك لا تؤدي، نعم أديت معنى يفيد خاص بهذه الكلمة، لكنك لم تضف خبرا أو علما أو معلومة جديدة للسامع، ومن ثم فإن هذا لا يسمى كلاما. ينبغي للكلام أن يكون مركبا حتى يصح أن يطلق عليه كلام. فشرط الكلام العربي أن يكون مركبا، أن يتكون من عدد من كلمتين فأكثر، وأن يكون مفيدا. ولذلك قال اللفظ المركب المفيد. فلو أن إنسان أتى بكلام لكنه غير مفيد، إما أن يكون هذا الكلام مثلا ينطق به إنسان لا يعي ككلام النائم والهاذي والمجنون والسكران وغير ذلك ممن لا يعي ما يقول، فيأتي يركب كلمات لكنها لا تؤدي معنى، أو أنه يكون كلام صحيح ولكنه لم يكتمل، كبعض الجمل التي تحتاج مثلا إلى جواب، مثلا جملة الشرط عندما تقول إن جاء الرجل وسكت، هذا وإن كان مطلع لكلام مفيد إلا أنه ليس بكلام مفيد، لأن المقصود بالإفادة عند النحويين هو أن يتوقف السامع ولا ينتظر منك شيئا، يعني تسكن نفس السامع ويذهب تشوقه إلى بقية الكلام، هذا هو المقصود بالمفيد عند النحويين، ويصفون ذلك بأن يقولوا يحسن السكوت عليه. ومعنى يحسن السكوت عليه يعني يكون السامع لا يطلب من المتكلم أن يضيف كلاما جديدا إلى ما قاله. فهذا هو المفيد عند النحويين، المفيد ما لا يتطلع السامع إلى مزيد. أما إن بقي في ذهن السامع حاجة إلى إتمام الكلام فإن هذا لا يكون كلاما وإن كان مركبا من عدة كلمات، أعني لا يكون كلاما في مصطلح النحويين، وإن كان هو كلام متكلم به منطوق لكنه لا ينطبق عليه تعريف الكلام عند النحويين. قال اللفظ المركب المفيد بالوضع. قوله بالوضع يعني بما وضعه العرب في كلامهم. فلو أن إنسان تكلم بكلام مركب ومفيد ولكنه يخالف ما عليه وضع الكلام العربي، كان يتكلم مثلا بلغة أخرى غير العربية، فإن هذا لا يعد كلاما في اصطلاح النحويين لأنه لا تنطبق عليه قواعد النحو العربي، ومن ثم فإنه في اصطلاح النحويين لا يسمى هذا الأمر، لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. هذا ما يتعلق بإيضاح مفردات كلام المصنف عندما قال اللفظ المركب المفيد بالوضع. يحسن هنا أن أبين أمر، هناك مصطلحات عندما يقولون كلمة وكلام، هم يجمعون الكلمة المفردة بكلم، هذا يسمونه اسم جمع، يعني يدل على عدد من جمع من الكلمات. فهناك إذن كلمة وكلم وكلام، فالكلمة المفردة الواحدة وهذه لا علاقة لها بالنحو، الكلم مجموعة من الكلمات قلت أو كثرت، سواء كان هذا الكلام مفيد، هذه الكلمات بمجموعها مفيدة أو غير مفيدة. الكلام شرطه أن يكون مفيدا كما ذكر المصنف، ومن ثم فليس كل كلم كلاما. ولأضرب لذلك مثالا، أنا عندما أقول رجل هذه كلمة، عندما أقول إذا جاء الرجل هذا كلم لكنه ليس بكلام لأنه لم يفيد، وأعني لم يفيد يعني لم يفيد باصطلاح النحويين، أي لم يؤدي إلى لا يحسن السكوت عليه، لم يتوقف تشوق السامع إلى مزيد. لكن عندما تقول جاء الرجل فهذا كلم وكلام، كلم لكونه مكون من أكثر من كلمة، وكلام لكونه أدى معنى سكنت إليه النفس وانتهت حاجة السامع فيه إلى المزيد. إذن إن ساغ أن نتحدث بأسلوب المناطق في مسألة العموم والخصوص، المناطق إن كان فيه أحد يحب مثل هذا التفصيل العلمي، فأنا أقول إنهم عندهم مسألة العموم والخصوص هم دخول الأشياء
شيء في شيء، إذا كان الشيء هو الشيء الآخر نفسه قالوا هذا هو 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 نفسه، وإن كان أحد الشيئين يدخل في بعضه في الآخر ولا يدخل بعضه كل فيه قالوا بينهما عموم وخصوص. ومقصود بعموم وخصوص أن أحد الأمرين عام من الآخر أو العكس، وهذا العموم والخصوص نوعان. والأمثل لهذا بالدوائر، لو افترضت أن عندي دائرتين إحداهما دائرة كبيرة والأخرى دائرة صغيرة، فإذا كانت الدائرة الصغيرة داخل الدائرة الكبيرة فإن الدائرة الكبيرة تشمل الصغيرة وأكثر، فيكون بين الدائرة الكبيرة والصغيرة عموم وخصوص مطلق، أي أنها تشملها وزيادة، فهي مطلق يعني هي أعم منها على الإطلاق. وإن كان إحدى الدائرتين تدخل في الدائرة الأخرى ولكنها تشاركها في جزء وكل واحد تستقل بأخرى بجزء، فهذا يقولون هو عموم وخصوص وجهي، أي من وجه، فهما يشتركان من وجه ويختلفان من وجه آخر. هذا تماما ينطبق على الكلام والكلم، وأنا أعتذر إن كان هذا يصعب على بعض الإخوة، فبعض القضايا قد يعني يتشوق بعض الناس إلى أن يفصل فيها أو أن يكون فيها نوع من الدخول في دقائق العلم فيها، ولا بأس بذلك. ونرجع بعد ذلك إلى يعني ما نحن فيه من تسهيل القضية وتيسيرها. فإذا جئنا لمسألة الكلام والكلم، فهناك اشتراك بين الكلام والكلم، وهو عندما يكون عندنا عدد من الكلمات مفيدة، كقولنا جاء الرجل، العلم نور، هذا كلام وكلم، هو كلام لكونه مفيدا وهو كلم لكونه متكون من أكثر من كلمة. وينفرد الكلام بمثل قولي، ينفرد يعني الكلم بمثل قولي إن قام زيد دون إكمال، هذا كلم لكونه لا يفيد، لكونه لا يفيد. بعض النحويين يرى أن الكلم شرطه أن لا يقل عن ثلاث كلمات، وبعضهم يرى أن شرطه أن لا يكفي أن يكون فيه كلمة، أن يكون فيه كلمتان فأكثر. إن قلنا إنه أقل ما فيه ثلاث كلمات فحين ذاك فالعموم والخصوص بينهما أن الكلم، أن الكلام يختص بما كان فيه كلمة، ما كان فيه كلمتان، والكلم يكون ما كان بثلاث كلمات فأكثر. وإن قلنا إن الكلم يشمل كلمتين فأكثر فمن هذه الناحية لا عموم وخصوص بينهما. أعود إلى ما نحن فيه من الحديث عن هذه القضية، وإن أردتم إذا نقول الكلمة ثم كلم ثم كلام في الترتيب، هي بهذا الترتيب. نعم. هي بهذا الترتيب. نعم. أحسن. أنا أستاذنك دكتور محمد وأستاذن الأخوة المشاهدين والأخوة معي الطلاب هنا، فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده إليكم لمتابعة هذا الدرس مع فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبويهين. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. نحن كما تعلمون في درس من دروس الأكاديمية العلمية في علم النحو، درسنا هذا اليوم مقدمة في علم النحو، ضيفنا سعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود. أهلا ومرحبا بالجميع. إذا أذنت لي فضيلة الدكتور نأخذ بعض الأسئلة من الأخوة الطلاب. هناك سؤال الأخ عبد العزيز، تفضل. فضيلة الدكتور، عندما نقول مثلا إن قام زيد فسوف أكرمه، اجتمع في العبارة أكثر من ثلاث كلمات ومع ذلك أفادت السامع، فماذا ينطبق عليها؟ أهو كلام أم كلم؟ هنا ينطبق عليها أنها كلام وكلم، كلام لكونها أفادت وحسن السكوت عليها، وكلم لأنها تكونت من أكثر من كلمتين، صارت ثلاث كلمات فأكثر، فهي كلم وهي كلام لإفادتها. جميل. هناك سؤال آخر أخ علي، تفضل. التركيب يا شيخ نوعان، إسنادي وإضافي، فأيهما المفيد؟ الأخ
يذكر أو يريد يلمح إلى ناحية، وهي مسألة عندما يقال المركب في تعريف الكلام، وهو يعرف أن من أنواع المركب في العربية التركيب الإضافي والتركيب المزجي والتركيب الإسنادي، فيقول أيها المقصود هنا، هو قطعا المقصود هنا التركيب الإسنادي، لأن المقصود هو تركيب الكلمات بعضها إلى بعض. أما التركيب الإضافي فإنه بمثابة الكلمة الواحدة، أنت عندما تقول عبد الله هذا تركيب إضافي، لكنه ليس بكلام، هو بمثابة الكلمة الواحدة، فلا يسمى كلاما، وإن كان مكون من أكثر من كلمة لكنه في حقيقته بمثابة الكلمة الواحدة. وإنما المقصود بالتركيب أن يكون تركيبا إسناديا، يعني يسند إحدى الكلمات إلى الأخرى لتؤدي معنى لا يتحقق بالكلمة الواحدة أو ما هو بمنزلتها. أحسنت شيخ. نبدأ في توقفنا على أقسام الكلام، عند أقسام الكلام. مؤلف يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هو الآن يقسم الكلمة، قال أقسامه كأنه يرجع الضمير إلى الكلام، وعادة النحويين عندما يتعرضون لهذه القضية يقولون أقسامها أو أقسام الكلمة، ولا إشكال، فالكلام هو عبارة عن كلمات اجتمعت فأفادت معنى حسن السكوت عليه. قسمه إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ربما يقول قال حرف أفاد أو جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى. ربما يقول قائل هذا الكلام العربي الكثير، كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية بدواوينها المختلفة، وما قالته العرب في جاهليتها وإسلامها وفي قرونها المختلفة حتى عصرنا الحاضر، كل هذا لا يخرج عن ثلاثة أقسام فقط؟ وما هذه الدعوة؟ كيف يدعي النحويون أن الكلام هو منحصر حصر كامل في هذه الثلاثة، وكأنه ليس هناك أقسام أخرى، أو كأنهم أحاطوا بكلام العرب كله؟ ولا يحيط بكلام العرب إلا من 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 يعني القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، والخلق أو البشر لا يمكنه أن يحيط بكل شيء. الجواب: هناك دليل من الأدلة يستعمله العلماء في استدلالهم يسمونه الاستقراء، ويقصدون به تتبع القضايا أو تتبع مفردات الفن أو مفردات المسألة للوصول إلى نتيجة. العلماء عندما بدأوا بإحصاء أو جمع الكلام العربي لتقنين أو وضع أو استخراج استخلاص القواعد العربية، وذهبوا إلى العربي أو أهل اللسان الفصيح في أماكنهم، وجمعوا كلام العرب شعرا كان أو نثرا، جمعوه من مظانه المختلفة، واجتمع لهم في ذلك شيء كثير جدا، بدأوا يستعرضون هذا الكلام، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. فلو أن مثلا، افترض أن لنأخذ مثلا مثال سورة من السور الكريمة، لنقول إنا أعطيناك الكوثر، فإن حرف ناسخ، نا ضمير اسم، إذن إن حرف ونا اسم، أعطى فعل ونا ضمير اسم، والكاف أيضا اسم لأنه ضمير، وأل حرف لأنه حرف تعريف، وكوثر اسم، فصلي ألفاء حرف، وصلي فعل، لربك اللام حرف، ورب اسم، والكاف اسم، وانحر الواو حرف، انحر فعل، وهكذا. لو سرت في الكلام العربي إلى ما تستطيع تجد أنك تتقلب بين هذه الأشياء الثلاثة: اسم، فعل، حرف، فعل، حرف، اسم، إلى آخره. فلما وصلوا من تتبعهم لكلام العرب إلى هذه النتيجة أعلنوا أن الكلام العربي لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. ما مقصودهم بالاسم والفعل والحرف؟ قالوا إن المقصود بالاسم هو تلك الكلمة التي تدل على معنى في نفسها، ولكنها ليس لها علاقة بالزمن. والفعل أيضا كلمة تدل على معنى في نفسها، ولكنها مقترنة بالزمن.
والحرف لا يدل على معنى بنفسه حتى ينضم إلى غيره، فدلالته دلالة في غيره. كيف ذلك؟ عندما تقول مررت بك، فعندنا مر هذا فعل والباء حرف والكاف اسم، أو حتى نسهل الأمر مررت برجل. فالفعل مر هذا فعل لكونه دل على معنى في نفسه وهو المرور، ودل على زمن وهو أن هذا المرور في زمن قد مضى وانتهى، فإذا هو معنى اقترن بزمن فهذا فعل. وقولك رجل هذا اسم لكونه دل على معنى في نفسه وهو الدلالة على ذلك الذكر البالغ من جنس بني آدم، لكنه غير مرتبط بزمن، فأنت الآن لا تصور هذا الرجل في زمن معين، وإنما تصفه هو رجل في كل الأزمنة، ليس مرتبط بزمن بعينه. صحيح. وعندما تقول مررت برجل، الباء هذه الباء لو جئت بها مفردة وقلت بي ما فهم لها معنى. صحيح. حتى تكون جزء من سياق، فهي تدل على معنى في غيرها. ولذلك قالوا أنواع الكلام الثلاثة: الاسم يدل على معنى في نفسه ولكنه غير مقترن بزمن، والفعل يدل على معنى في نفسه مع اقترانه بزمن، والحرف يدل على معنى في غيره، على معنى في غيره. هذا الغير يا دكتور يعني في سياق الجملة. نعم جميل. المقصود به أنه لا يتم فهم معناه حتى يكون من جملة. جميل. افترض أنك تقول في الباء مررت بفلان، هنا أفدت معنى، لكن إذا قلت استعنت بالله فت بالباء معنى آخر. نعم صحيح. فقلت به. وعندما تقول مثلا التصق الشيء بالشيء فهذا أفاد معنى ثالث. نعم صحيح. وكلها باء، لكن مجيئها في سياقات مختلفة أدى إلى اختلاف المعاني، فدلالاتها ترجع إلى هذا. بقي جميل. إذا أذنت لي دكتور. تفضل. الله معنا اتصال الأخ أبو جواد من سكاكا. السلام عليكم. فصل الخط. تفضل دكتور. بقي الحديث عن معنى قوله حرف جاء لمعنى، عندما يقول ابن آج الروم. نعم. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هو ينبه هنا إلى مسألة. المعروف عند الناس أن الحروف هي الحروف الهجائية، ألف باتا إلى آخره، 28 المعروفة. ليست هذه هي الحروف المقصودة عند في اصطلاح النحويين، وإنما مقصودهم بالحروف حروف جاءت لمعاني، كحروف الجر كما سيبين هو بعد قليل، أو كما فيما سنذكره بعد قليل، من أن الحروف حروف الجر وحروف الاستفهام وحروف الناصبة والحروف الجازمة، هذه هي المقصودة بالحروف الاصطلاحية، وهي قد تتكون من حرف واحد وتتكون من حرفين أو ثلاثة أحرف أو أكثر، وليس المقصود بها ذلك الحرف المفرد من الحروف الهجائية. وهذا هو معنى احترازه بقول حرف جاء لمعنى، حتى لا تفهم أن الكلمة هي ألف باء تاء ثاء، فهو يقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ولكن ليست الحروف الهجائية بل الحروف التي جاءت لمعاني، وهي حروف الجر أو حروف الاستفهام أو غيرها من أنواع الحروف. جميل. أحسنت. نواصل قراءة المتن. نعم. بقي نعم. بالنسبة للحديث عن ما دام الحديث في أنواع الاسم والفعل والحرف، الفعل حتى بس يكون أخذنا للخشية اللي يعرفه أن ابن آج الروم يختصر كثيرا ولن يمر مثل هذا علينا بعد ذلك، يبقى أن نبين أن الفعل أنواع، الفعل أنواع ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، وهذه لها تعلق بزمن الفعل نفسه، فإنه إذا كان الماضي يعني الفعل الماضي هو أحد، هو ما كان الزمن فيه ماضيا، فأنت عندما تقول ذهب هذا فعل ماضي لأن دلالته على حدث حصل في وقت مضى وانتهى. المضارع دلالته في الأصل على الحاضر أو المستقبل، إذا الماضي دلالته على ما سبق في الأصل، دلالته على ما سبق، المضارع دلالته على الحاضر والمستقبل. يقول قائل يقبل هذا وهذا؟ نعم، هو يقبل الحاضر ويقبل المستقبل،
لكنه قد يتمحض ويخلص لأحدهما بدليل. فأنت مثلا إذا قلت أنا أكتب وأنت في أثناء كتابتك فقد تمحض للحاضر، وإذا قلت سأكتب جئت بحرف يدل على المستقبل وهو السين أو سوف فإنك قد جعلته متمحضا للاستقبال، فهو يتمحض لأحدهما، أعني الحاضر أو الاستقبال إذا وجد دليل، فإن لم يوجد الدليل فهو يقبلهما معا. طيب هذه هي الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، فما شأن الأمر؟ الأمر له خاصية عن الماضي والمضارع، وهي أنه فيه طلب إحداث شيء، فيه طلب. الماضي والمضارع إخبار، تقول ذهب تخبر عن ذهابه، يذهب تخبر عن أنه يفعل هذا الفعل. أما الأمر فإنك لا تخبر وإنما تطلب، والطلب أو الأمر زمنه مستقبلي. والدليل على أن زمنه مستقبلي يعني الأمر أنه لو كان قد فعل الأمر في السابق أو يفعله في الحاضر ما أمرته، فأنت لا تأمره إلا وهو لم يفعل شيئا في الماضي ولم يفعله في الحاضر، فتطلب منه إحداثه في المستقبل، ولذلك كان زمن الفعل فعل الأمر كان زمنه مستقبلا. هذا هو هذه هي أقسام الكلمة الثلاثة، ومراد المصنف بكل واحد منها، وغرضه من تعقيبه بقوله حرف جاء لمعنى، غرضه من قوله جاء لمعنى على ما تبين منذ قليل. هو الحروف كما قلت لكم، هذه الحروف التي جاءت لمعنى حروف مختلفة، حروف الجر وحروف الاستفهام، حروف حرف الشرط إذا على الصحيح في الراجح فيه، جوازم المضارع، حروف الجزم الناصبة للمضارع، كلها تسمى حروفا، ولعل يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في أبوابها. جميل. هناك سؤال الأخ عبد العزيز، تفضل. دكتور، لم الجازمة حينما تدخل على الفعل المضارع فنقول لم يقم محمد، هل تبقى دلالة الفعل المضارع على الحاضر أم تتغير؟ أنا كسؤال جيد ومهم أيضا في هذا المقام، قلت عندما ذكرت أزمنة الفعل أن الأصل في الماضي أن يكون للماضي، وأن الأصل في المضارع أن يكون للحاضر أو المستقبل. هذا يدل على أن هناك شيء يخالف الأصل. الماضي قد يكون يؤتى به للمستقبل، ولكنه إذا دلت على ذلك القرائن، لكن هذا خلاف الأصل. فإن دلت القرينة على أنه مستقبلي فكان مستقبلا، مثل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض في الآية، الصور لم ينفخ فيه بعد ولم تقم الساعة، ولكنه عبر بالفعل الماضي لعلة بلاغية، فإذا هناك قرينة تدل على أن وهي أنه لم تقم، قرينة الحال أن الأمر لم يقع بعد، وسيق الذين اتقوا أيضا لم يساقوا بعد، لكنه يعني معرفتنا بأن الأمر لم يحصل دليل على أنه مستقبلي. فما دامت قرينة الحال وحال السامع يتبين منها أن الأمر لا يزال مستقبليا دلنا على أنه مستقبل، وهذا لا يخرج دلالة الفعل الماضي في عند إطلاقه أو في أصله عن المضي. كذلك بالنسبة لفعل الأمر، الفعل المضارع، الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون دالا على الحاضر أو على المستقبل، وإذا جاء مجردا فهو يقبل واحدا منهما، الحاضر أو المستقبل فقط، ويتمحض كما قلت إلى أحدهما بدليل، لكنه قد يدل على ذلك. الأصل أن يكون الحاضر والمستقبل، لكنه إذا وجدت قرينة تصريفه عن الحاضر والمستقبل دل على الماضي، كما قال أخوكم الآن عندما تدخل لم، فإن لم هذه تقلب زمن المضارع إلى الماضي. وهنا لطيفة من اللطائف أو أمر جيد ذكره في مدونة في سياق لم هذه، الزمخشري وهو أحد علماء العربية له اهتمام بعلم العربية، وله في التفسير وله في البلاغة، له الكشاف كما نعلم تفسير له عليه ملاحظ عقدية في باب الأسماء والصفات، فهو يجنح مجنح الاعتزال في تأويل الصفات،
ولذلك وهو نحوي له كتب في النحو وله المفصل أحد كتب النحو المشهورة المعروفة وله النموذج. من اللطائف أو من الأمور التي يحسن ذكرها هنا بعض المؤلفين في النحو أو بعض العلماء النحويين في تعريفه للم قال فيها بالنص: لم حرف نفي وجزم لا يفيد تأكيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه ولا تأبيدا خلافا له في كشافه. وهذا تعريف الحقيقة شاق لكنه طريف، وطرافته تأتي من معرفة مقصوده بهذا الكلام. طبعا لم هذه يقولونها حرف نفي وجزم وقلب، أما أنها حرف نفي فإنها تنفي الكلام، لم يذهب تنفي أن ذهبه، وجزم تجزم الفعل المضارع، فإنك عندما تقول لم يذهب جئت بالفعل المضارع بعدها مجزومة. وقلب هي ما أشار له الأخ عبد العزيز أنها تقلب زمنه من الحاضر إلى الماضي، فقلبت الزمن بعد أن كان الفعل المضارع في دلالته الأصلية للحاضر أو المستقبل قلبته إلى الماضي. وهذا هو جواب أو تأكيد ما قاله الأخ عبد العزيز. جميل. لكن ما دمنا قلنا كلام الزمخشري، ما معنى كلامه أو ما معنى كلام ذلك الذي يقول خلافا لا تفيد تأكيدا خلافا للزمخشري في نموذجه ولا تأبيدا خلافا له في كشافه؟ الزمخشري في باب في كتاب النموذج قال، النموذج في النحو، قال إن لم حرف يفيد تأكيد النفي، فإذا قلت لم يذهب فأنت تنفي الذهاب وتؤكده، والحق أنه لا يظهر تأكيد في هذا الكلام، لأنك نعم نفيت الفعل لكنك لا يظهر فيه تأكيد لهذا النفي. فأنت مثلا لو ما أردت أن تؤكد قضية وقلت لم يفعل فلان كذا فإنك لم تؤكد، لا أحد يقول أنك أكدت كلامك. ومن ثم فإن قوله إنها تفيد التأكيد فيها نظر، ولهذا قال هذا الشخص أو هذا الكاتب أو هذا المؤلف لا تفيد تأكيدا خلافا للزمخشري في المذهب ولا تأبيدا خلافا له في كشافه. الزمخشري في الكشاف في قول الله سبحانه وتعالى لن تراني، كلامه لموسى عليه السلام. طبعا نحن نعرف أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات أو في باب الرؤية، رؤية أن المؤمنين في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا من النعيم الذي ينعم به أهل الجنة. ولذلك فعندما يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله موسى لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل، وأما في الجنة فقد دلت الأحاديث الآيات والأحاديث الصحيحة على أن المؤمنين يرون ربهم لا يضامون في رؤيته، وهذا من النعيم الذي يختص الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. أراد الزمخشري انطلاقا من منهجه في إنكار الصفات أن ينكر رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة، فقال إن المؤمنين لا يرون الله في الجنة بدليل أن لن وإن كان خرجنا من لم إلى لن، الكلام عن لن، نعم الكلام عن لن وليس عن لم، نعم، لكن عاد مدام الكلام فيها، قال ما دامت لن هذه تنفي الرؤية فإذا في المؤمنين لا يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة. هو يريد بهذا أن ينفي هذه الصفة بناء على مذهبه، والحق أن النفي هنا ليس على الإطلاق، وذلك قال تأبيد، يريد أن يؤبد النفي إلى الآخرة حتى ينفي هذه الصفة، وهذا أمر لا يؤيد عليه ولا يقر عليه، فإن قولك لن تفعل كذا يدل على نفي الشيء في المستقبل، ولكنه لا في المستقبل لكنه لا يعني أنه لن يتم أبدا. فأنت عندما تقول لن تذهب قد يكون لن يذهب في الوقت الحاضر أو بعده بمدة، لكن هذا لا يعني أنه لن يذهب مطلقا إلى وفاته، فهذا نفي لمستقبل لا يطول ولا يصح أن يحمل على التأبيد. أحسن الله إليكم دكتور محمد. معنا أم أسامة من الجبيل. السلام عليكم أختي أم أسامة، عذر للتأخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الله يرزاك يا رجلنا يا دكتور. بالنسبة أنا طالبة علم وأدرس شرح قطر الندوة للصدى لابن هشام، وأجد صعوبة جدا فما أدري إيش الأفضل، أنه أستمر في قطر الندوة للصدى لابن هشام وإلا معاكم على الأجرومية، لأنه فعلا أنا مستوى يعني مستوى تعليمي نحو الأمية ومتوسط بس.
ولكني أطلب علم شرعي مكتسبة يعني في إحدى الدور التحفيظ، بس إني أجد صعوبة جدا جدا في قطر الندى. والسؤال الثاني الله يجزاك خير، إيش الطريقة المناسبة جدا يعني لأني أحب يعني النحو وأحب أتعلم هذا العلم، إيش الطريقة يعني المثلى في تعلم هذا المجال؟ جزاكم الله خير. جميل، شكرا أخت أم أسامة. دكتور واضح السؤال يعني. أي واضح. أنا أقول طبعا يرد ترى هذا السؤال بكثرة، والناس حريصون وطلبة العلم بالذات حريصون على دراسة النحو وتعرفه، لكنهم يقولون إن ما الطريقة المثلى للدراسة، وهل نبدأ أو نأخذ كتابا من كتب العلم فنقرأه؟ أنا أقول إن كان لك شيخ، أو لك أيتها السامعة والمشاهدة الشيخ أو معلمة تقرأين عليها العلم فتشرح لك وتوضح لك، فهذا أحد الأساليب المجدية النافعة. وإن لم يكن فهناك وسائل أخرى للتعليم الذاتي، لكنها دون قطعا دون وسيلة التعلم من من يعلم. وما دام الآن الحديث ما دام الآن قد قام هذا الدرس، فأنا أوصي بمتابعة هذا الدرس، وبإذن الله سيتحقق فيه خير كثير. وبإذن الله أيضا إذا بقيت جينا في نهاية حلقات أو دروس هذا المتن، فهناك سيكون هناك وصايا في آخر الأمر للاستمرار في هذا التعلم وفي طرائق التعلم الذاتي لهذا العلم والمواصلة فيه والارتقاء بالمستوى. أمر أحب أيضا التنبيه إليه، وهو أنه قد يكون من ضمن الحديث بعض القضايا التي هي أعلى من مستوى بعض السامعين والمشاهدين، وهذا أمر يفترض أن يكون طبيعيا. لماذا؟ الناس في مستواهم المتابعون في مستواهم ليسوا على مستوى واحد، فهناك طالب العلم الذي أخذ مقدارا من العلم، وهناك طالب العلم الشادي الجديد المبتدئ، وهناك المبتدئ الذي لا يعرف شيئا. ومن المهم أن ينال الأمر طلاب العلم بمستوياتهم المختلفة، ولذلك إذا جاء تفصيلات واسعة ورأى المتابع والسامع والمشاهد أن فيها أمر لا يف... لا 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 يعني لم يفهمه أو أنه، فلا يكون هذا صارفا له عن المتابعة أو فاتا في عضده عن مواصلة الدراسة، لأن فيما هو واضح له غنية ويكفيه. أحيانا تكرر القضية بأساليب ومستويات مختلفة فيتوسع فيها وتفصل لطلبة العلم الذين عندهم رصيد من علم النحو، وتيسر وتسهل للذين ليس عندهم علم في ذلك. وإذا أخذ الإنسان اليسير مما يقال فليعلم أنه أخذ خيرا كثيرا يكفيه في هذا المقام، ومن ثم فلا يقول القائل إن المستوى فيه ارتفاع أحيانا أو فيه صعوبة، فهذا الارتفاع هو موجه لفئة وشريحة معينة من طلاب العلم، والحديث الآخر اليسير المختصر السهل موجه لهؤلاء، وفي كل خير، كل سيحصل خيرا إن شاء الله تعالى من مما يسمع. جميل. الأخت أسامة ذكرت ضرورة الشيخ ذكرت صعوبة قطر الندى تقرأ فيه، ضرورة أن يختار الإنسان دائما المتن أو الكتاب الذي يناسب مستواه. أنا أقول إذا كانت هي كما قالت في مستواها أنها مستوى مبتدئ في هذا العلم، ليس المستوى المتميز والعالي، متوسط كما تقول، وهي تقول، وإذا كانت أيضا تقرأ الكتاب لنفسها فلا أوصيها بأن تقرأ مثل هذا الكتاب، لكن إذا كانت تقرأ هذا الكتاب على معلم أو معلمة فهو مناسب، هو مناسب لأنه متن جيد وقد درسه وشرحه وتعلم عليه وتخرج عليه أناس كثيرون في عصور مختلفة. فما دام الآن هذا الدرس قائم فلتتابعه إن شاءت، أو تبحث عن من تتعلم معه في هذا الكتاب من ليشرح لها. أما إذا كانت تقرأ على نفسها وهي بهذا المستوى فلا أوصيها أن تقرأ هذا الكتاب، بل تقرأ ما هو أسهل وأيسر منه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في 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 وصايا لا أريد أن أقولها الآن حتى لا يكون هذا صارف أيضا عن متابعة العلم ودراسته من خلال الشرح في متن كهذا المتن،
لأن هذا هو فيما أظن وفيما أعلمه هي الطريقة المثلى لترسيخ العلم في ذهن المتعلم، أن يكون يطلب العلم من خلال تعليم، من خلال التعلم على أحد، على معلم. ودائما الذي يقرأ في الكتاب وحده يفوته شيء كثير، وتستغلق عليه بعض المعاني المختلفة، ويقرأ بعض الأشياء على خلاف ما هي عليه، لأنه ليس له أحد يشرحها وليس عنده خلفية كافية في هذا العلم. ومن ثم فهي هذه المتون جيدة، التراثية جيدة عندما تدرس لا عندما يقرأها المبتدئ هو على نفسه. أما إذا لم يجد المبتدئ إلا وسائل التعليم الذاتي فهناك وسائل أو هناك كتب أيسر من هذا الكتاب، أرجو إن شاء الله تعالى أن يأتي الحديث عنها وبيانها في ختام هذه السلسلة من الحلقات لشرح هذا المتن المبارك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا سؤال من الأخ عبد العزيز. السلام عليكم. الأخ عبد العزيز. فضيلة الدكتور جزاكم الله خير، حبيت أن أسأل ما هي الاختلافات بين أقسام الفعل من ماضي ومضارع وأمر؟ الاختلاف يأتي أولا من حيث الزمن في الأصل، فإن زمن الماضي في الأصل هو ما سبق، ما مضى الذي انتهى سبق زمن التكلم، وزمن المضارع هو الحاضر في الأصل أيضا، هو الحاضر والمستقبل. الأمر يختلف عن الماضيين، عن الماضي والمضارع تماما، هو يشترك مع المضارع في كونه يتناول الزمن المستقبل، ولكنه يختلف عنه في أنه يقترن بالطلب، فإن الماضي والمضارع إخبار والأمر طلب، وفرق بين الإخبار والطلب، ومن لم يتضح له هذا فأوضحه له بالمثال. إذا قلت جاء الرجل، فإن جاء هذه دلت على خبر حصل في الماضي، وعندما تقول يكتب فلان فإنك تدل على خبر يحصل الآن أو يحصل في المستقبل، لكنك عندما تقول أكتب فإنك لا تخبر، وإنما تطلب إحداث الكتابة في المستقبل. فإذا الاختلاف بين هذه الأنواع الثلاثة يأتي من جهتين. الجهة الأولى جهة الزمن، فزمن الماضي في الأصل هو ما سبق زمن التكلم، وزمن المضارع في الأصل هو الحاضر أو المستقبل، ويتمحض لأحدهما بدليل كسوف والسين للاستقبال، وزمن الأمر هو المستقبل دائما. والفرق الآخر بينهما من ناحية الإخبار والطلب، فإن الماضي والمضارع يخبران، والأمر يطلب إحداث شيء ولا يخبر عن قضية حصلت. جميل، أحسن الله إليكم شيخ محمد. سؤال من الأخ حامد، تفضل. فضيلة الدكتور غفر الله لك، قلتم في تعريف الاسم ما دل على معنى في نفسه، ثم مثلتم قبل في تكون الكلام من اسم وفعل وحرف في سورة الكوثر إني أعطيناك الكوثر، وقلت أن مثلا الناء أو الكاف اسم مع أنها حرف لا تدل على معنى في نفسها، فكيف تكون اسم؟ هي يعني هي في الاصطلاح ليست بحرف، وفي المعنى أيضا ليست بحرف، لأن الضمير المقصود به مرجعه، فالضمائر أسماء، وإنما كانت أسماء لأن مراجعها ترجع إلى أسماء. فعندما تقول جاء رجل فأكرمته، هذه الهاء وإن كانت حرفا واحدا إلا أنها ترجع إلى الرجل، رجل التي سبقت من قبل، ورجل اسم، فما دام مرجعها اسما فهي اسم كذلك. وسيتبين عندما نبين علامات الأسماء، عندما يأتي الحديث عن علامات الأسماء والأفعال، سيتبين أن من علامات الأسماء الإسناد أو الحديث عن الشيء. والضمير يمكن أن تقول أنت كريم، تتحدث عنه فتسند إليه وتخبر عنه، هذا ندعه لوقته. لكن الجواب المختصر عما قلته هو أن الضمائر حكمها حكم مراجعها، فالضمير يرجع إلى اسم ظاهر فإذا هي أسماء، وأما الحروف المعتادة كحروف الجر فلا ترجع إلى شيء، فمن ثم نحكم عليها أنها حروف وليست بأسماء.
أحسنت بارك الله فيك دكتور. نحن في دقيقة الأخيرة من هذه من هذا البرنامج، العادة تتكرم دكتور بتوجيه سؤالين للأخوة الحاضرين وكذلك للأخوة المشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقة، ونتلقى إن شاء الله تعالى الإجابات في حلقة الغد من خلال الموقع ومن خلال الأخوة الحاضرين هنا. طيب أنا أملي السؤالين شئتم. تفضل. أقول أولا، ما معنى كون الكلام مفيدا في اصطلاح النحويين؟ نأخذ مرة أخرى إذا تكرمت دكتور. ما معنى كون الكلام مفيدا في اصطلاح النحويين؟ النحويون يقصدون بمفيد شيء غير الإفادة المطلقة المعلومة، فما المقصود، ما مقصودهم من هذه اللفظة، قولهم إن الكلام هو اللفظ المفيد؟ السؤال الآخر، نعم، ما الدليل على أن الكلام أو على أن الكلمة منحصرة في اسم وفعل وحرف وليس هناك قسم رابع؟ ما الدليل على انحصار الكلام في اسم وفعل وحرف وأنه لا يحتمل وجود قسم رابع؟ نعم، هذان السؤالان يعني يسبران غور المتابع لما سبق من حديث إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، وأنا فعل قلت أن أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الطرح الطيب المبارك. أشكر للأخوة الطلاب الحاضرين معي في الاستوديو، لكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة خالص الشكر وجميل التقدير. لا، في ختام هذه الحلقة أذكر بإعادة لها في الغد إن شاء الله تعالى في صباح الغد في الساعة 7:30 تقريبا بتوقيت مكة المكرمة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المكلفين يتعلمون دينهم.